الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من همزة وصلة. منذ بداية خطة الإصلاح الاقتصادي ومن البداية الدولة اتخذت عدد من الخطوات اللي تحمي بيها المواطن محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار في خاصة في السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية، وحتى مع ارتفاع الدولار بشكل كبير جدا كثير من السلع الأساسية ارتفعت، وبعض طبعا التجار بيستغل هذه الظروف لاحتكار بعض السلع أو كمان إن هو يعلي في أسعارها بشكل كبير. وزي ما احنا عارفين إن مصر بتطبق نظام الاقتصاد الحر أو ما يعتمد على العرض والطلب، يعني كل ما الضغط زاد على سلعة ما بيكون ليه الحق إن هو يرفع سعرها ويتحكم هو في سعرها، ويمكن الرقابة على الأسواق بتكون هي أهم عامل توازن في هذه النقطة. وطبعا الأهم من ده كله هو توافر السلعة في حد ذاتها بشكل كبير، فبيجعلها من السلعة نادرة ما بتخليش التاجر يتحكم فيها فيتحكم في سعرها ويغليها، خاصة زي ما قلنا على محدودي الدخل اللي خطة الإصلاح الاقتصادي أثرت فيه أو أثرت على هذه الشريحة بشكل كبير. وده يمكن شفناه إن كل مؤسسات الدولة منذ خطة الإصلاح أو تطبيقها بدأت تعمل تتدخل وتساهم في التخفيض على المواطنين بطرق مختلفة، من ضمنها إنشاء مجمعات استهلاكية ومنافذ بيع للسلع الاستراتيجية. شفنا كثير من الوزارات طبعا المختصة والمعنية، وكمان شفنا الغير مختصة، وشفنا جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة منتشر منافذ كثيرة منه ليه كثيرة جدا خاصة في المواسم وفي الضغط على السلع. ومؤخرا وزارة الداخلية طبعا موجودة منذ فترة في هذا المجال، ولكن مؤخرا طرحت المرحلة الثامنة، يمكن الكثير ما يعرفش انها بدأ بالفعل وان دي المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد، وده من خلال انها طرحت 690 منفذ لبيع المنتجات الاستهلاكية والخاصة بالمواطن محدودي الدخل. وطبعا ده بيكون بتخفيض أسعار بشكل كبير جدا، وصل إلى 30% تقريبا. وده يمكن اللي احنا هنلقي الضوء عليه النهاردة مع حضراتكم، ان ازاي هذه المنافذ وهذه المساهمات من الجميع الجهات الدولة بتسهم بشكل كبير في تخفيض العبء على المواطنين وتقليل الأسعار اللي ربما هناك الكثير من القرارات بتتسبب في ارتفاعها على محدودي الدخل. ده هيكون محور سؤالنا مع حضراتكم النهاردة ونقاشنا في حلقة اليوم، ومن خلال الرد على سؤال حلقة اليوم وهو كيف تسهم مبادرة كلنا واحد في تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على المواطن. بالطبع ننتظر مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، وخاصة على صفحتنا على الفيسبوك على همزة وصل إيجي. هنروح دلوقتي مشاهدينا نشوف تقرير حول موضوع حلقة النهاردة، ونرجع مع حضراتكم سريعا نبدأ النقاش. احنا بنعمله ان احنا بنعمل حجم من العرض يفوق يمكن المطلوب عشان اجبر اليات السوق انها تحترم وتخفض الاسعار. السيد رئيس الجمهورية وإشراف مباشر من وزارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين. المبادرة بتشمل منتجات وأسعار تناسب محدود الدخل. معظم السلاسل التجارية بتشارك في هذه المبادرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين. الخصومات بتوصل من 30 لغاية 50% على كل سلع استراتيجية بما فيها اللحوم البلدي والطيور الفريش والأسماك والخضار. والله صراحة مبادرة 100 100، والرئيس اللي ربنا يخليه لنا مخلينا كل حاجة سعرها كويس. في ناس ما بتقدرش تشيل الحاجة دي، فعشان كده لما يكون فيه كلنا واحد الأسعار تنخفض شوية الدنيا تبقى أحسن. طبعا الرز، سكر، زيت، سمنة، حاجات كلها المبادرة رخصت في الأسعار. فندم عندك اللحمة دي أصلا بتتباع بره ب 130 140 جنيه، احنا بنجيبها من هنا ب 90 جنيه، ودي مش موجودة في أي محل بره بخلاف الجودة طبعا.
اي مبادره فيها تخفيضات للشعب المصري حاجه كويسه. انا من العراق بس يعني الصراحه مبسوطه جدا في اللي عمله سياده الرئيس. يعني كل ما هو بيساعد في الامور دي كلها ربنا يبارك له ويجازيه خير على اللي بيحصل ده كله. لا بجد يعني الاسعار كويسه ودي حاجه كويسه بجد من سياده الرئيس. زي ما شفنا في هذا التقرير يمكن نوعية المواطن اللي بدأ يزور هذه المجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التجارية المخفضة اختلفت كمان عن رؤيتنا زمان. كنا دايما بنشوف يعني محدود الدخل قوي هو اللي بيتوجه لهذه المنافذ. لا شفنا دلوقتي أن في بدأ الثقافة تتغير وبدأت طبقات كتيرة تنضم لهذه المتاجر وأنها فعلا تزورها. ده طبعا لأنها لقت تلبية لاحتياجاتها فيها والنوعية والجودة اللي موجودة في هذه المنافذ اللي تابعة للدولة بتكون لا تقل جودة عن اللي موجود في المنافذ الأخرى. وده طبعا أهم حاجة إن هو يجذب كل الشرائح مش فقط شريحة محددة. وده هنناقشه كمان هل فعلا نجحت هذه المنافذ إنها تجذب جميع الفئات في المجتمع ولا فقط ما زالت تقتصر على فئة محددة. ده هنتكلم فيه. ولكن قبل ما أبدأ مع ضيوفي عبر الهاتف اسمحوا لنا نروح لزميل محمد عبد الحكم عشان يستعرض لنا بعض من آراء حضراتكم جات لنا على صفحة البرنامج. ومساء الخير محمد. مساء الخير مرفت. بالفعل هناك مجموعة كبيرة من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم، تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. سنبدأ بصالح اللي بيقول كلنا واحد، مبادرة إنسانية بتحسن أو بتحس بظروف الناس ووجوب الوقوف مع الشعب وتحترم حقوق الإنسان وترفع عن كاهل جميع المواطنين وتدخل في قلوبهم البهجة والفرح والسرور، بل وتمثل قيمة إنسانية راقية في فن التعامل مع الإنسان. بارك الله في من أمر وساعد وقدم وبذل وأعان واستمر وفي ميزان حسنات الجميع. عبد الرحمن بيقول المبادرة رائعة لكن إذا طبقت فعليا فهناك بعض الأشخاص سيستغلون اسم وبستر المبادرة ولا ينفذ منها شيء، مجرد إعلان مشارك فيها والأسعار لديهم أغلى من الأسواق لأنها لا توجد رقابة عليهم. السعيد بيقول مبادرة كلنا واحد فكرة ممتازة جدا، بتحسن بتحس بظروف المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار في الأسواق وبعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، ونرجو تنفيذ المبادرة تنفيذا واقعيا من خلال الرقابة على التجار الذين يستغلون المواطنين في ارتفاع الأسعار. حسام 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، يريد تستمر خصوصا في الوقت الصعب ده. إذن هذه كل التعليقات التي وصلت إلينا حتى الآن. أنتقل إلى زميلتي ميرفت لكي تبدأ الحلقة. إليك ميرفت. شكرا لك محمد، وطبعا شكرا لكل المشاركات اللي جات لنا واللي بالطبع بتؤيد وتدعم هذه النوعية من المبادرات لأنها بشكل أو بآخر بتسهم ولو بجزء بسيط في تخفيف العبء على المواطنين نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي اللي احنا اتفقنا منذ البداية إن هي جت بشكل كبير على محدودي الدخل والطبقة الفقيرة. خلينا نتكلم ونناقش فيها بشكل كبير مع ضيوفي اللي موجودين معايا عبر الهاتف، ويكون معايا للنقاش الأستاذ عبد الناصر منصور وهو مدير تحليل الأهرام الاقتصادي، ومعايا أيضا أستاذ أحمد عيد وهو مدير إحدى السلاسل التجارية. واسمحوا لي أبدأ بالأستاذ أحمد عيد. أستاذ أحمد تحياتي ليك. أهلا بك. يمكن طبعا لو حضرتك استمعت للمقدمة تحدثنا أن السوق مصر سوق حر بيعتمد على الاقتصاد الحر أي العرض والطلب. إزاي حضرتك شايف من خلال رئاستك لإحدى السلاسل التجارية الكبرى أنها فعلا استطاعت هذه المبادرات وهذه النوعية أنها تقلل من احتكار بعض التجار للسلع الاستراتيجية والتحكم في سعرها على المواطن خاصة محدود الدخل؟ والله يا فندم الإدارة العامة للبحث التنموي كان ليها دور كبير في الموضوع دوت. يعني احنا تم الاجتماع بينا من اكثر من 15 يوم، وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع اللي احنا عاملينه ازاي تقدر السلاسل تتعاون مع الموردين ومع إدارة الإدارة العامة للبحث التنموي ازاي نقدر نوصل بالسلع الأساسية والاستراتيجية لأحسن سعر معايا يكون بيخدم على المواطن المصري، وتبقى الاسعار اسعار فعلا حقيقيه مش اسعار وهميه زي ما السوق بيحطها. تمام. يعني حضرتك بمجرد ما بيبقى في تنتشر الانباء عن سواء ارتفاع الدولار سواء ارتفاع الوقود او الطاقه بشكل عام،
حضراتكم او مش حضرتك شخصيا بعض المنافذ بتستغل ده، يا اما بيبقى في شح في البضاعه عشان تستغلها وتبيعها بالسعر الجديد لو زادت، او انها تتحجج بعد كده بارتفاع الاسعار على الرغم ان ده ما بيعودش عليها باي ضرر وتبيع الاسعار بشكل كبير. هيك ازاي بيتم التعامل مع هذه النوعيه من التجار، وهل فعلا موجودين واحنا بنشوفها والمواطنين بيعانوا منهم بشكل كبير؟ هي فعلا هي القصه كلها في ان النهارده الموردين لما تيجي بتعكس زياده الاسعار مثلا زي البنزين او زي الكهرباء بتبتدي تعكسها بشكل يعني مبالغ فيه جدا. يعني لو حضرتك قلنا مثلا اي زيادات حصلت في الكهرباء او في البنزين الواقع العملي بتاعها تاثر طفيف يعني 2% 3%، القصه ديت حضرتك بيحصل فيها مبالغه ان هو ممكن يزود 10 15% معايا بناء على تكاليفه هو الخاصه، بناء على عدم متابعه القطاعات الاخرى ليه في ان هو اصلا يحط استراتيجيته اللي هو عايز يحطها، مجرد ان هو عايز يكسب وخلاص. تمام. لكن احنا طبعا بنرفض اي زياده بسعر مطلق، يعني ما ينفعش اصلا تبقى الزياده ايه انا هزود 10% او 15% بمجرد ان هو عايز يزود على مزاجه. هو الامر ده بدون رقابه؟ يعني اولا حضرتك سلاسل قطاع خاص مظبوط كده؟ إحدى السلاسة. طيب الامر متروك ليكم انتوا اللي بتحددوا سعر السلعه، ولو حد تجاوز في التسعير هل في اي قانون بيحكمكم او اي حد بيرجع عليكم ممكن يحاسبكم في هذه الزياده المبالغ فيها؟ لا والله، هو خلال الفتره اللي فاتت اداره عمل بحث التموين بدات تحط ضوابط وفي متابعه مستمره بتنزل الاسواق بشكل مكثف. يعني حضرتك يمكن انا مثلا نزل عندي اكثر مثلا من 5 6 زيارات متتابعه معايا برضو لمتابعه الاسعار، وكان في الاجتماع نفس القصه، يعني مناقشه الاسعار الاستراتيجيه الرز والسكر والزيت والمكرونه والاسعار اللي هي اصلا بتخدم على المواطن، كان في تدقيق في الاسعار بشكل واضح جدا بحيث ان في الاخر ما يحصلش فيها اي مبالغه. تمام، هسنحك تبقى معي عشان في عدد من الأسئلة عايزها أقولها لحضرتك أكيد بتدور في ذهن المشاهد دلوقتي وفرصة وجود حضرتك معانا، ولكن اسمح لي أروح لضيفي الثاني الأستاذ عبد الناصر منصور مدير تحليل الأهرام الاقتصادي. أستاذ عبد الناصر تحياتي ليك. اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني احنا نتحدث اليوم عن المرحلة الثامنة من هذه المبادرة كلنا واحد، يمكن لو عملنا استطلاع للرأي ومشينا في الشوارع سألنا الناس في مبادرة ودي المرحلة التامة بتاعتها كلنا واحد هنلاقي مواطنين كتير جدا ما يعرفوش عنها. هلك شايف ازاي او لم تستطع هذه المبادرات انها توصل للمواطن وتسمع كمان في الشارع المصري؟ هو المبادرة تعتبر التامة وبمشاركة 690 فرع على مستوى الجمهورية، دي بتقوم بيها مديريات الأمن في مختلف المحافظات، ودي البداية. وأعتقد أن مع انتشار هذه الأفرع سواء كان أفرع ثابتة زي فروع أمان أو فروع متحركة مثل السيارات التابعة لوزارة الداخلية واللي تتحرك وتجوب الميادين والأماكن المزدحمة التي يعني يقبل على الناس على شراء هذه النوعية من السلع، أظن مع زيادتها وتحركتها وإبلاغ الناس بعضهم البعض أنهم استطاعوا شراء سلع جيدة ذو جودة عالية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، ده إعلان مجاني لكل للناس، والناس يعني تتعرف من وقت لآخر على هذه المبادرة الطيبة التي تطبقها وزارة الداخلية تحت يعني وتنفذها كافة المديريات الأمن. وأعتقد كمان أن عملية الأمان التي تتولاها وزارة الداخلية من خلال التعاقدات مع الشركات والمصانع في مختلف المدن الصناعية ومتابعة عمليات الإنتاج والتأكد من الصلاحية والجودة، دي كمان بتؤكد ان هذه السلع جيده ويقبل عليها المواطن و يعني تحدث انتشارا للمواطنين الذين يبلغون بعضهم البعض ان هذه المنافذ جيده واسعارها بالفعل مخفضه بعيدا عما يحدث من مغالاه عند التجار
في بعض المتاجر او نعم. المحلات الاخرى والمتاجر الاخرى. طيب دلوقتي احنا بنتكلم عن حمله فيها 690 منفذ، وده رقم مش قليل خالص ان هو يبقى في مرحله بهذا الانتشار. هل ان احنا ما عرفناش بيها قبل كده او مش منتشره ما وصلتش، لان هل العدد كان اقل من 690 ودي تعتبر الحمله الاكبر، ولا كان هناك حملات باعداد اكبر وبانتشار اكبر؟ هو المنافذ بتزداد من وقت لاخر، وده لاحظته انا بشكل شخصي ومتابعتي لي كصحفي لهذه الامور التي تقوم بها الدوله، سواء كان من وزاره الداخليه او من وزاره الدفاع او من وزاره التموين، وكلها مبادرات طيبه لتقوم بها الحكومه والوزارات المعنيه لتخفيف الاعباء عن المواطنين. ومع اقبال المواطنين على هذه السلع وعلى هذه المنافذ، اظن ان المبادره تاخذ تشجيع اكثر طبقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن وتخفيف الاعباء عنه في ظل الظروف التي نمر بها. ويعني هو ما تقوم به الوزارات المعنيه وخاصه وزاره الداخليه من خلال فروع امان التي تزداد فروعها من وقت لاخر من مبادره لاخرى وتتوسع وتتعاقد بشكل اكبر، وحتى المصانع التي تتعاقد معها ترحب بذلك لانها تزيد من عمليات البيع والتوزيع من خلال هذه الفروع. ودي نقطة مهمة جدا عايز اسألك فيها، جزئية المصانع، هل الوزارات الحكومية بتتعامل مع نفس المصانع اللي بتتوجه ليها السلاسل التجارية الكبيرة اللي المواطنين بيحبوا يتعاملوا معاها او بيقبلوا على شرائها اكتر، ولا بتكون نوعية المنتج طبعا مراعاة انه طبعا هيكون مخفض فبتكون الجودة بتاعته ربما اقل، او نوع المصنع اللي بيتم التعامل معاه بيكون مصنع مختلف عن اللي بيلقى رواج في الشارع؟ لا، المؤكد ان هذه الفروع، وده امر مفروغ منه تماما، ان الجهات الوزارات المعنيه مع كبرى الشركات والمصانع سواء كانت تابعه للدوله او القطاع الخاص او من خلال الموردين من الخارج يتم التعاقد معهم ويتم متابعه المنتجات بشكل جيد بيطريا وطبيا بحيث يكون المنتج صالح وجيد ومناسب. لا انا طبعا بيطريا وطبيا وصحيا ربما تكون اقوى وافضل كثير من بره، لان دي حاجه خارجه عن الدوله نفسها، لكن انا بتحدث عن الجوده. يمكن المواطن دايما المصري بيفضل منتج عن منتج بسبب الجوده، ممكن يدفع فيه رقم ازيد بسبب انه ده اجود من سلعه اخرى. هل ايضا وزاره الداخليه في منافذها بتراعي هذه النقطه وبتهتم بيها، ولا بتجيب نوعيه معينه عشان بتستهدف مواطن محدود الدخل او المواطن البسيط؟ لا، هذه الفروع لا تستهدف محدود الدخل فقط، ولكن تستهدف كل المواطنين المصريين بدون تفرقه. ولان هذا المنتج وهذا التعاقد بيتم مع الشركات بنفس السلع التي توزع في الفروع او السلاسل التجاريه الكبرى الخاصه التي ليس لها علاقه ب منافذ وزارة الداخلية. نعم. يعني التعاقد بيكون بنفس السلع وبنفس الجودة وبنفس المنتج ونفس المستوى من الانتفاع، يمكن يعني لا يعني يعني يكون في اختيار اهم من كل ده، ان هو الصلاحية بتكون اكبر، المتابعة بتكون اجود، وده الزيادة عن يعني الذي عايز أكد عليه أن ما يباع في هذه السلاسل هو أهم وأجود مما يباع في السلاسل التجارية الخاصة. تمام. لأن المتابعة زائد السعر زائد التعاقدات على أعلى مستوى من مع المصانع والتجار والأهم من كده الضمانة أن أنا بشتري منتج صالح بالطبع. الدولة مش هتنزل في الأسواق منتج لما يكون مر على كل مراحل الأمان اللي ممكن توصل للمواطن. نعم. البائع في افرع امان لا يسال المواطن هل انت غني ام فقير، هو بالطبع. المواطن يقف امام المنفذ ويشتري ما يحتاجه بالكميات، ويمكن اسمها يعني من افضل الحاجات ان اسمها بيعكس بيدي بالظبط اسمها هايل، يعني اختيار الاسم موفق جدا. بس انا حضرتك تبقى معي استاذ عبد الناصر، واروح مره ثانيه لاستاذ احمد عيد مدير احدى السلاسل التجاريه. استاذ احمد،
هل بالفعل حضرتك يعني حضراتكم كلكم كمجموعه سلاسل تجاريه كبرى، حضرتك فعلا بتبصوا للمنافذ اللي بتقيمها الدوله على انها منافس فعلي ليكم وان ده ممكن يجبركم على تخفيض الاسعار، ولا بتشوفوا ان هي ما بتنافسكوش لانها بتستهدف مواطن تاني او فئه مواطنين تانيين او طبقه تانيه؟ يعني هل فعلا بتاثر فيكم وممكن تجبركم على تخفيض الاسعار؟ طبعا يا فندم، هو اي منفذ موجود على مستوى الجمهوريه بيبقى يتحط في حيز المنافسه، لانه فعلا معايا بيأثر على دخول المستهلكين داخل اي مكان اخر. وبالتالي اصلا اي منفذ موجود في سلاسل الامان او في امان طبعا بيعتبر منافس، وبالتالي بيضطر الكل اللي هو اصلا يحافظ على مستوى المنافسه من خلال نزول في الاسعار والمحافظه على اسعاره. تمام. يمكن مبادرة أمان وكلنا واحد مش أول مبادرة نشوفها، مش بس من قبل وزارة الداخلية، لا في سبقها كتير وزارات تانية، بنتكلم في الجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بنتكلم في وزارة الزراعة، بنتكلم في وزارة التموين بالطبع، وكمان وزارة التضامن الاجتماعي. كل هذه المبادرات فعلا أثرت بشكل كبير على مش حجم مبيعاتكم، ولكن أثرت إن هي حجم العملاء بتوعكم أو المواطنين اللي كانوا بيتوافدوا عليكم، فبالتالي بتخليكوا تاخدوا في الاعتبار ان احنا لا نقلل من هامش الربح شويه عشان نقدر نجذب المواطنين مره تانية؟ والله يا فندم احنا في المبادره ديت واحنا قاعدين اتفقنا على ان احنا هنعمل حاجه في حب مصر وحاجه مساهمه في تخفيف العبء على المواطن المصري. احنا اتفقنا على ان احنا هناخد السلع بتاعه المبادره نبيعها بالتكلفه دون هامش اي ربح، يعني مش هنربح فيها اي شيء خالص. والتجار نفس القصه، الموردين اتفقنا على هذا المبدا اللي هو النهارده احنا كلنا هنساهم ازاي اصلا نخفف على عبء المواطن المصري، وازاي اصلا هامش الربح ما يكونش موجود خلال الفتره الزمنيه اللي احنا بنحاول نوصل فيها. سريعا، حضرتك من السلاسل التجاريه اللي الوزاره متعاقده معاها عشان تنزل عندها، ولا منفصل عن هذه المبادره؟ حضرتك بتتكلم احنا في المبادره. لا يا فندم، لا يا فندم، احنا متفقين مع الاداره العامه للبحث والتموين مع كده ان احنا اوريدي مشاركين في المبادره، مشاركين ان احنا نبيع الاسعار بالتكلفه بتاعتها بجانب العروض الخاصه بتاعتنا احنا. تمام تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عيد مدير احدى السلاسل التجاريه، شكرا جزيلا لحضرتك. وهروح مره اخيره استاذ عبد الناصر منصور. استاذ عبد الناصر، كيف يمكن من خلال وسائل الاعلام المختلفه وخاصه هنتكلم على السوشيال ميديا بشكل كبير ان احنا نروج عشان نواجه الشائعات المغرضه اللي دايما بتيجي على حساب البلد وانها بتروج للاسعار وزياده الاسعار في ظل هذه القرارات الاقتصاديه خطه الاصلاح الاقتصادي، ازاي نستغل هذه الوسائل ان احنا نكون حمله مضاده لانتشار هذه النوعيه من المبادرات وهذه النوعيه من السلاسل ونوصل للمواطن ان هي موجوده بالفعل؟ هو يعني المبادره الاعلاميه من خلال هذا برنامجكم المحترم ده نوع من المبادرات اللي بترد على الشائعات في كل مكان، وخاصه ان هناك يعني بتتلقوا بعض الرسائل من خلال السوشيال ميديا او الجولات التي تنتشر بها الكاميرا التي تمر على المنافذ. تمام. وايضا البعض المشترين او المستفيدين من هذه السلاسل التجاريه التابعه لوزاره الداخليه بالفعل هم بنفسهم بيحاولوا لما بيشتروا سلع بيلاقوها ذات جوده عاليه وسعرها مناسب ورخيص ارخص من المحلات التجاريه الاخرى، اعتقد انهم ايضا يعبرون عما يعني وجدوه بالفعل على ارض الواقع ويكتبون على السوشيال ميديا. وبالاضافه الى ذلك من المفترض ان يكون هناك حملات توعيه اكبر وانتشار اكثر من خلال وسائل الاعلام والقنوات الفضائيه والصحف والمجلات، وايضا من له صفحات عليها يعني عدد كبير من المواطنين ان ينقل الصوره الحقيقيه بدون مبالغه، ينقل الصوره فقط لا غير، والدوله لا تحتاج الى غير يعني اكثر مما ننقل الحقيقه فقط لا غير. والحقيقه واضحه امام الجميع ان هذه السلاسل سواء كانت سلاسل الامان التابعه لوزاره الداخليه او السلاسل الاخرى التابعه للوزارات المعنيه، نعم الدوله بشكل عام او القضاء من الدوله، يعني اعتقد انها تقدم مبادرات جيده جدا.
طب قبل ما اختم مع حضرتك، المبادره دي ليها مده معينه وتنتهي ولا مستمره؟ يعني السلاسل دي مده معينه؟ السلاسل موجوده، السلاسل موجوده بدون انقطاع، بدون اي توقف. المحلات التابعه ليها لا تغلق ابوابها نهائيا الا ساعات قليله من الليل، والورديات تعمل من الصباح. بس مش لمده معينه، مش لشهر شهرين، وليست لمده معينه، ولكن هو الاعلان عنها يعني ده شيء ايجابي حتى يتم ابلاغ المواطنين ان هناك يعني سلاسل تم التوسع فيها او صحيح. اضافه عدد اخر، ودي عشان كده بيسمى المبادره الثامنه او السابعه او نعم. الى ذلك او المرحله، وهذه نعم. المراحل من خلال توسعها في عدد المنافذ الانتشار والتواجد. نعم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الاهرام الاقتصادي طبعا، والشكر موصول استاذ احمد عيد مدير احدى السلاسل التجاريه. ويخلونا سريعا نروح لاراء الناس في الشارع المصري، ونرجع مع حضراتكم نكمل نقاشنا مع المختصين. بالنسبه للغلاء والاسعار اللي احنا شايفينها بتغلى دي، اهم شيء لو في مبادرات زي كده كذا يعني في كذا مكان او في كذا مجال، اكيد هتفيد الشعب كتير، واكيد يعني الناس بتبقى مستنيه حاجه زي كده. يعني يا رب ان شاء الله خير، هو ده اللي بنتمناه. والله هي مبادره كويسه وممتازه، وفعلا بتساعد اللي دخله قليل، اللي هم الجماعه اللي هم يعني فيهم احتياجات لتحديث المعيشه واقوال، وهي مكافأة يا ريت تستمر على طول. نشيد بمبادرة الرئيس السيسي بإنشاء أسواق كلنا واحد في مصر، هي بتخفف من الأعباء المعيشية بالنسبة للمواطنين وترفع من الاقتصاد المصري إن شاء الله. يعني المبادرة دي برضه هتبقى إن شاء الله بإذن الله كويسة كده، إن شاء الله بإذن الله، وهتخلي الناس الفقراء هتعرف تعيش. مبادرة كويسة، وطبعا في إحنا في شعب كتير بيحتاج للأسعار تنزل يعني عشان يقدر يتعامل معها في ظل الظروف اللي هي صعبة شوية دلوقتي. فالأسعار جميلة طبعا، كله بيلجأ ليها علشان خاطر يشتري منها بأسعار مخفضة عن بره بكتير. مبادرة كويسة ولازم هنستفيد منها، طالما في تخفيض للناس، في تخفيض للأسعار، لازم هستفيد وانت هتستفيد والتاني، سي غني أو فقير. يمكن زي ما شفنا في التقرير اللي في بداية الحلقة، كان في ضيفة بتقول أنا عراقية ولكن بالطبع هذه المبادرة هستفيد منها. وشفنا يمكن كمان في هذا التقرير اللي من الشارع المصري، شفنا كمان أن يمكن ربما ضيوف غير مصريين موجودين في هذا التقرير تحدثوا أيضا عن أن الاستفادة هتعم على الكل، ويمكن دي النقطة المهمة جدا. طول عمرنا لما بنتكلم عن مبادرات او عن منافذ اللي تابعة للدولة، بنجد ان طبيعة المواطن اللي بيقبل عليها بيكون الفقير يعني من باب ان ممكن يكون طريقة العرض مختلفة، نوعية المنتج الموجود مختلفة. ولكن زي ما ضيوفي اكدوا معانا ان حتى الجودة اللي بتستعين بها هذه الجهات وهذه الوزارات بتكون نفس الجودة الموجودة داخل السلاسل التجارية الكبرى، ولكن يتبقى فقط فكرة المعرفة ان المواطن يصلوا المعلومة ان في فعلا منافذ فيها جودة معينة، تغيير الحاجز النفسي او كسر الحاجز النفسي اللي موجود ما بين المواطن وهذه النوعية من المنافذ. ده شيء مهم جدا، وربما غلو الاسعار او احتكار بعض التجار او سلاسل تجارية للسلع يجبر المواطن ان هو بالفعل يدور على هذه المنافذ ويلجأ للتعامل معها، وبالطبع هيجد كل ما يحتاجه، خاصة بنتكلم عن السلع الاستراتيجية والسلع الاساسية. خلونا نتكلم عن نوعية السلع اللي موجودة، وهل داخل فيها بعض السلع اللي ممكن بتخص المواطن اللي دخله زيادة شوية، والجودة أيضا هنتكلم عنها بشكل كبير مع ضيوفي في الجزء الثاني من حلقتنا. وهيكون معي عبر الهاتف الأستاذ ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين، وأيضا معي الأستاذ أشرف حسني عضو شعبة السلع الغذائية. وأبدأ بالأستاذ ماجد، تحياتي ليك. حياتي حضرتك يا فندي ومتحدي الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. يعني البقال يمكن من الموجود دايما ما بين السكن، مش هنتكلم عن السلاسل التجاريه الكبيره اللي ممكن بيكون عليها فعلا رقابه واللي بسهوله ممكن انها ترصد ويتم رصد اي تجاوز عندها، ولكن البقالين الموجودين داخل الشوارع وداخل الاحياء هم ربما اللي ما بيكونش الرقابه عليهم بشكل كبير. ازاي بيتم الرقابه على هذه المحلات الصغيره، وبتم
تخضع للرقابة بشكل كبير، وتؤثر كمان هذه المبادرات على حجم مبيعاتها أو تؤثر فيها؟ وأنا أقول لحضرتك كان تقديم ينتج عن بعض النفوس الضعيفة، كان بيحصل حضرتك بتقولي كان في بعض الكشح، بعض الأسعار متضاربة، لكن بعد تحديث الماكينة والنهاردة المواطن بياخد بون صرف لعدد الأفراد وفيها قيمة السلعة القيمة المضبوطة اللي هي منحدة من قبل وزارة التموين تمثل 21 سلعة من سكر وزيت ورز ومكرونات وجبنة والسلع الاستراتيجية اللي هي سلع استهلاكية للمواطن الغلبان اللي هو صاحب السلعة. نعم. عايز أقول كمان حاجة تانية، إن إحنا النهاردة ما يعادل 71 مليون مواطن مستفيد من بطاقة التموين، يعني هو كل ما يكون المعروض كتير كل ما الاسعار بتقل سعرها. واحنا بقى لنا نشكر ربنا النهارده بقى لنا داخلين على حوالي يقل عن سنه ان احنا اسعارنا كلها ثابته ما فيهاش مشاكل، وكل مبادره بتحصل بتعمل عمليه تقليل تعريف الاسعار. معلش، هو تخصص حضرتك مراقبه هذه المحلات الصغيره اللي موجوده داخل الاحياء السكنيه؟ احنا في يا فندم احنا كل ما هو بقال تومين فاحنا مراقبين عليه، ونشكر ربنا ان احنا ما فيش اي حاله شكوى في اسعار زياده، لان المواطن بياخد البون في اسعار السلعه اللي هو خدها اللي هي محدده من قبل وزاره التموين، فما فيش مواطن بيحط السلعه بمزاجه، لان المواطن النهارده التاجر النهارده بيدي شيت للمواطن بالعدد بطاقات بعدد الافراد اللي اتصرفت بقيمه. حضرتك بتتحدث عن صرف التموين اللي الدوله بتديه للمواطنين. بالضبط. اوكي بالضبط. وده عدد مش قليل، احنا نعدل 45,000 منفذ يحصل على 71 مليون منه مواطن، ونشكر ربنا الاسعار ما فيهاش مشاكل بالفعل، فتره الاسعار ثابته، بالعكس احنا داخلين في فتره كمان المعروض اكثر في السلع بتقل، وكل مبادره احنا بنحييها ومعاها كل ما يعود على طالب. طيب حضرتك اثرت نقطه مهمه، هل جوده السلع، يعني انا يمكن قلت للمشاهدين ان احنا هنتكلم عن الجوده شويه لان هي بتفرق مع المواطن المصري بشكل كبير، هل في اطار السلع التموينيه اللي بتوفرها الدوله من خلال بطاقه التموين بتكون بنفس الجوده اللي موجوده في السلع او نفس النوعيه كمان ونفس الاسماء ونفس الشركات، ولا بيكون ليها نوعيه خاصه؟ لا طبعا لا، بيبقى فيها نفس الشركات، الجبن الشركات الجبن المعروفه، المكرونات الشركات معروفه، الزيت والسكر كل ما هو موجود في البقاله التموينيه فهو شركات معروفه، والمواطن عنده 21 سلعه، ممكن يكون المواطن عايز 5-6 سلع بس، لان ما فيش مواطن بيعوا 21 سلعه. تمام. لكن كلها الجوده عاليه، ونشكر ربنا احنا في فتره تقدم احسن في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح. تمام، بشكرك استاذ حضرتك، تبقى معي استاذ ماجد، وهروح لاستاذ اشرف حسني عضو شعبة السلع الغذائية. أستاذ أشرف تحياتي لك. أهلا بك. يعني طبعا هذه المبادرات بتهتم بشكل كبير بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطن البسيط والمواطن محدودي الدخل، حضرتك شايف إلى أي مدى بالفعل على أرض الواقع بتؤثر هذه المبادرات على حجم الضغط على هذه السلع وتوافرها في الأسواق ومنع عملية الاحتكار لدى المحلات أو السلاسل التجارية الكبرى؟ بتؤثر تأثير إيجابي جيد طبعا، وأنا زي ما معلش هو الصوت فيه مشكلة بعد إذن حضرتك. طيب كده كويس ولا؟ اتفضل. ماشي. تأثير المبادرات دي بيبقى تأثير إيجابي جيد لصالح المنتج. أنا دايما طول عمري بقول إن المنافسة بتكون في صالح المستهلك، يعني المستفيد الأول منها هو المستهلك أو المواطن. تمام. دايما في السلع الأساسية أو في السلع اللي بتسميها أمن المواطن قريب دايما لازم يكون فيها منافسه، لازم الدوله فيها توفر المنافسه، وان اضطرت الدوله ان هي تتدخل. هو انا بعتذر، هو لسه في مشكله في الصوت، هنظبطها مع حضرتك وهرجع مره ثانيه على ما يتم التظبيط مع ضيفي استاذ ماجد النادي المتحدث باسم نقابه البقالين. استاذ ماجد، يعني حجم او نوعيه العميل اللي بقى يقبل على السلع التموينيه اختلف في الاونه الاخيره او تحديدا منذ خطه الاصلاح الاقتصادي، ولا ما زالت تقتصر على نفس الفئه اللي كانت بتخاطبها من قبل؟ لا يا فندم، بالعكس، احنا خلال السنتين اللي فاتت احنا في افراد كثيره جدا اختلفت. النهارده ان احنا كنا بنحتوي على سكر وزيت فقط،
كان في بعض المواطنين اللي هو مثلا ما بيستخدمش السكر كتير، فده ما كانش بيجي ياخد طمين حتى لو كان معاه بطاقه طمانيه، كان بيروح يجي ياخده، انه مش هيجي ياخده يرميه. تمام. لكن في الوضع الحالي بعد تعدد السلع ودخول بعض السلع الغذائيه غير ما كانتش موجوده على بطاقه التامين، فهو التجه انه يوفر تامينه عن طريق السلع اللي ما كانتش موجوده. نمره واحد. نمره اثنين والاهم، هو النهارده لما ادي 70 مليون مواطن الدعم وهو سكر وزيت ورز ومكرونه، فهو اصبح ان هو مش محتاج انه يشتري من بره، وده بيعمل عمليه تقليل من السوق، فبيعمل زياده في السوق للسلع ديت، فبيتم اجباريا نزول سعرها. تمام. طب وده ياخدنا للسؤال الثاني، ان يعني ازاي برغم اللي حضرتك بتقول كل الايجابيات اللي حضرتك بتقولها، لكن ما زال البعض بيشتكي من ارتفاع بعض السلع، ومن ضمنها السلع الاستراتيجيه والاساسيه اللي حضرتك تحدثت عنها، بنجد برضو ان ما زال بعض التجار والسلاسل التجاريه بترفع في الاسعار وبشكل غير مبرر بشكل للمواطنين على الاقل. هقول لحضرتك احنا في الفتره الاخيره احنا بقالنا النهارده سنتين سعر السكر لم يرتفع، سعر الرز كان يتراوح، ولما حصل ان سعر الرز ارتفع وتم نزول رز مستورد في التموين، اصبح ان سعر الرز راح نزل خلال تراجع ل 3 جنيه خلال الفتره الاخيره في حاله وجود رز التموين. تمام. الحاجه الاهم برضو برجع اكررها، طول ما السلعه متواجده بوفره هو السعر لا مجبر على النزول. تمام. مجبر على النزول، وكل ما بنعمل مبادره فالمبادره كله بتشجع انه يقودها او كل يتمثل بيها، وده بيعمل عمليه سوق المتوازن، ان لو انت حضرتك بتغلي السلع لما بتكتر انت غصب عنك العرض والطلب. نعم. استاذ حضرتك تبقى معي، وانضم لينا مره ثانيه استاذ اشرف حسني عضو شعبه السلع الغذائيه. استاذ اشرف تحياتي ليك مره ثانيه. استاذ اشرف. طيب واضح ان لسه في مشكله في الصوت، هنرجع مره تانية استاذ ماجد. طيب استاذ ماجد، حضرتك كنت تتحدث عن ان دلوقتي المواطن اختلف وان السلع تنوعت، فبالتالي نوعيه المواطن نفسها اختلفت. حضرتك شايف ازاي تستطيع الدوله من خلال هذه المبادرات وهذه المنافذ انها تكون منافس حقيقي على ارض الواقع لهذه السلاسل الكبرى؟ ليه حتى الان لم نجد سلسله محلات تجاريه كبيره بمعنى انها تنافس الكبير؟ انا عارفه ان موجود بالفعل بعض السلاسل ولكنها لم تنافس بعض هذه السلاسل الكبرى. متى ستنافس الدوله بشكل كبير من خلال هذه المبادرات؟ هو انا شفت في خلال اليومين اللي فاتوا ان كل من هو كان رافض المبادره اجبر عليها، لان لقى الزميل الاخر حتى لو كان هايبر كبير بيعمل مبادره، فهو بيحاول يتمثل بجزء صغير منه، يعني بيحاول حتى لو كان بيحط اليافطه بيحط شعار المبادره نفسها، فهو بيشجع نفسه ان المواطن يجيله. فهي الفتره الاخيره خلال اليومين اللي فاتوا انا شفت ان بعض المحلات الصغيره ابتدت تدخل نفسها في المبادره، حاسس انها جزء شريك في المبادره، عايزه تقول للمواطن مش الهايبرات بس الكبيره اللي هي عامله مبادره، انا كمان عامله المبادره. ده بيعمل لنفسه ترويج وسعر لنفسه في سوق المواد الغذائيه، انه بيحاول يشبه نفسه بالهايبر الكبير انه بيعمل نفسه في المبادره. فبعض المحلات الصغيره بالفعل تمت اعلان لمبادره السيد رئيس الجمهوريه ووزاره الداخليه انه يقول للمواطن انا كمان شريك في المبادره، مش الهايبرات الكبيره بس او السلاسل بس. ده اللي حصل خلال يومين الماضيين. طيب حضرتك طيب انا محتاجه اعرف برضو من حضرتك، ازاي بتقدر توفر هذه السلع، وان كمان المحلات الصغيره اللي موجوده داخل المساكن العاديه خالص اللي احنا برضو بنطلق عليه كسوبر ماركت صغير، ان هو ما يستغلش هذه السلع اللي ممكن ياخدها من حضرتك او من غيرك ويبيعها للمواطنين بشكل او بسعر اعلى؟ اقول لحضرتك، هو في الفتره الاخيره بعد تغيير نظام التموين لما وصلنا نعمل بطاقة ذكية والمواطن عارف حقه ال 21 سلعة، تاجر التومين. نعم. طيب هو واضح ان في مشكلة النهارده في الصوت، بشكرك شكرا جزيلا استاذ ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين، وايضا الشكر موصول للاستاذ اشرف حسني عضو شعبة السلع الغذائية، كنا نتمنى ان هو يكون معانا. طيب هو انضم لينا استاذ اشرف. استاذ اشرف حضرتك معانا دلوقتي؟
مع حضرتك. طيب الصوت اتظبط. طيب كنا بنتكلم عن السلع الغذائيه، وزي ما استاذ ماجد تحدث ان هم 21 سلع غذائيه موجودين. هل هذه المنافذ بتوفر ما هو اكثر من السلع الاساسيه بحيث انها تخاطب فئه اوسع من الشارع المصري وتلبي احتياجات عدد اكبر من الشارع المصري؟ الاستاذ ماجد بيتكلم عن 21 سلعه، دي بالنسبه لمنافذ بدالين التموين مش بالنسبه لمنافذ المبادره، يعني دي بالنسبه لبدال التموين، السلع اللي هي بتصرف على بطاقه التموين. تمام. انما المبادره بتشمل تقريبا كل السلع، يعني كل السلع اللي هي موجوده في السوبر ماركت وعند البقال في منافذ البيع كلها التجار عملت اللي تقدر عليه وزياده في تخفيض السلع، لدرجه ان هم تقريبا تنازلوا عن هامش الربح بتاعهم. تمام. المبادره ايجابيه ومفيده للمواطن او المستهلك وللتاجر، لان التاجر عانى من فتره ركود في الفتره السابقه. تمام. والمبادره دي هتخلي له يبقى في زياده في المبيعات. طب مع تزامن هذه المبادرات مع ارتفاع اسعار الشريحه الاخيره من اسعار الوقود في يعني بالامس، هل هذا التوافق والتزامن هيقلل كثيرا من فكره ان الاسعار كان متوقع زي ما المواطن دايما بينتظر انها تزيد ويتحمل عليها سعر التكلفه اكتر في السلع دي، هتعمل التوازن المفترض انها في نفس التوقيت لاحداث التوازن المطلوب في اسعار السلع في الفتره القادمه؟ علشان نكون صراحة مع بعض، المحروقات سلع في الاقتصاد عندنا بنسميها في علم الاقتصاد سلع جرارة. تمام. سلع بتسحب معاها باقي السلع الأخرى، إذا ارتفع أسعارها بترفع أسعار السلع الأخرى لأسباب كتيرة جدا. إن المحروقات داخلة في تكلفة النقل، لما تكلفة النقل هترتفع أسعار السلع هترتفع، داخلة في الإنتاج لان مصانع كتيره ومكن كتير بيدار تمام بالمحروقات، داخله في تكلفه الزراعه لان الري داخل فيه كتير جدا محروقات في طرمبات الري، الجرارات والمكن الدرس والحرث وجمع الثمار فهي سلعه جراره بتسحب معاها باقي. ما هو ده اللي بيثير قلق المواطن اكتر من سعر المحروقات نفسها، فهل وجود هذه المبادرات هيخفف من وطئه الاثار دي على المواطن، خاصه فيما ينعكس على السلع الاستراتيجيه والاساسيه ليه؟ مش بالشكل اللي حضرتك متخيلاه، لان اصلا نسب الربح في مجال السلع الغذائيه نسب ضعيفه قليله ما هياش كبيره، يعني تاجر السلع الغذائيه في الجمله نسبه ربحه لا تتجاوز 1%، وفي التجزئه لا تتجاوز من 5 ل 10% في الكثير النهارده في ظل المنافسه الكبيره. انما هو اقصى ما يستطيع فعله ان هو يتنازل عن هامش ربحه، ان هو يحاول يقلل تكلفته. يعني في مبادرات كانت الدوله وفرت فيها بالاشتراك مع الغرف التجاريه ومع المحافظين أماكن للعرض، كانت المعارض دي بترفع عن التاجر كاهل أو عبء بعض التكلفة زي تمام. تكلفة العرض والكهرباء والتأمين المكان والكلام ده كله، فكان بيقدر أن يقلل من التكلفة علشان يقدر يقلل التكلفة المحملة في الآخر على المواطن. طبعا وأكيد وجود هذه المبادرات بالتزامن وهتساهم ولو بشكل بسيط في تخفيف العبء على المواطن، خاصة في ظل الزيادات المتوقعة زي ما حضرتك قلتها، لأنها بتبقى أحيانا غصب عن التاجر نفسه لأنها بتحمل عليه. بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا كنا نتمنى أن احنا نناقش مع حضرتك الأمور بشكل أكبر. بشكرك شكرا جزيلا، وخلونا قبل ما اختم مع حضراتكم حلقتنا اللي ان شاء الله هيكون ليها متابعات بشكل كبير للتنويه عن هذه النوعيه من المبادرات، اذكر حضراتكم بسؤال حلقه الغد من همزه وصل، وهو كيف نستفيد من اتفاق منطقه التبادل الحر القاريه في افريقيا بعد دخولها حيز التنفيذ. اذن هننتظر بالطبع مشاركات حضراتكم معنا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه للبرنامج على وصل اي جي. إذن مشاهدينا بشكر حضراتكم لحسن متابعة حلقة اليوم، وإلى اللقاء.